تعد التمور من أهم الروافد الغذائية والاقتصادية في السعودية منذ القدم، خصوصا في المدن التي تشتهر بالزراعة كمدينة بريدة التي تقع في قلب الجزيرة العربية. ويعد سوق بريدة للتمور الذي تجاوز عمره أكثر من 60 عام من أقدم وأشهر الأسواق الزراعية في المنطقة. علاوة على ذلك يتم تصدير ما نسبته 35% من معروضات المهرجان للخارج. مدينة التمور انشئت على مساحة 165,000 متر. الزوار الذين يأتون إلى هذا السوق من داخل المملكة ومن خارج المملكة، من دول الخليج ومن الدول العربية، هناك تجار يقومون بعملية شراء كميات كبيرة، خاصة إذا علمنا أن الموسم القادم لن يكون هناك بيع في موسم رمضان نظرا لتأخر الموسم. كم كنتون يا خال؟ عند الساعة 5 صباحا من كل يوم تأتي أرتال السيارات محملة بأنواع متعددة للتمور، ويتم عرضها وتسويقها في ساحات المعرض من قبل الدلالين. عمك على 55. كان دور الدلال في السابق كان يعني من يوم تدخل السيارة لين تطلع، لكن الحين دور الدلال دور على مدار العام، دور خدمة زراعية، دور تقديم كيماويات، تقديم مصاريف. قد يعني صار الدلال يعني يرسي جذوره في النطاق الزراعي أكثر من سابق. ويحتل المهرجان المركز الأول عالميا، متقدما بذلك على مهرجانات دولية كمهرجان كاليفورنيا الدولي للتمور. تعد مدينة بريدة للتمور أكبر سوق لمبيعات التمور على مستوى العالم، إذ يتم تداول أكثر من 40 نوع من أنواع التمور وبحجم مبيعات يتجاوز 1 مليار ريال سعودي خلال الموسم. حمد المحمود، سكاي نيوز عربية، بريدة.